هذا هو بيت الإمام الشافعي. دكتور عادل، ماذا أردت أن تحقق من صورة بصرية؟ مساء الخير يا جماعة، احنا زي ما قلت لكم ده آخر يوم تصوير. ماذا أردت أن تحقق من صورة في بيت الإمام الشافعي؟ الحقيقة احنا كان عندنا شوية عناصر في تصميم البيت مهمة جدا، بداية من المدخل ما بيبقاش مباشر على صحن البيت عشان حرمة البيت والنساء، فراعينا دوت إلى حد ما. طبعا في حاجات مستخدمة زي البير، كان موجود داخل البيت وده برضه عملناه، وده شكله مختلف في بير غير البير المتعارف عليه، يعني شكله مختلف شوية. وكان يهمني جدا في بيت الإمام الشافعي قاعة الدرس، إن هو طالب هو طول الوقت بيكتب وبيدون، ودي كانت قضيته الكبرى إن عاوز يدون كل ما سبق عنه. فطبعا كان قاعة الدرس مهمة جدا، إن يبقى في قاعة درس وفي تلاميذه أو الطلاب بتوعه اللي قاعدين بيدونوا. وده الحقيقة حصل نقاش كتير بيني وبين أستاذ ليس، إنه كان عنده صورة بصرية خاصة بقاعة الدرس تحديدا، إن عاوز أشبه ما يكون بالأب، إنه يخش في كتب كتيرة ويبقى المكان معتم إلى حد ما وفي بصيص من النور، وده خد مننا مجهود شوية لغاية ما وصلنا للصورة.